ها؟ واش جابك شي حد ولا جيتي راسك ولا؟ فين كتسكني؟ فين المدينة سميتها؟ سيدي حجاج ولا برشيد؟ حكولي داري، حكولي داري. آه. سيدك لا سيدك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. حق 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 هنا؟ جي 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 جي. بس شوية تحت. لا حول ولا. حدود هذا قلت حق. صافي؟ كم لا لا حق حق. حق. ها هو. تحت شوية الفوق. ها هو. لا ايه انا رجعت شي سويا ما حكيتيش مزيان. لا حكيت. حك مسكين مزيان. حك مزيان. السلام عليكم متتبعي قناه شوف تي في مباشره من راس العين ضواحي اقليم سطات. صادم ومؤلم معنا هاد السيده اللي هي مسنه كتعاني من واحد المرض ديال الزهايمر. مسكينه وما عارفاش يعني فين هنا بلاصه فين يعني ما عارفاش هنا بلاصه منين جات منين. شحال من مده خويا وهي هنايا في راس العين؟ حوالي اسبوع. شي اسبوع تقريبا من قبل العيد وهي مسكينه يعني هي مسكينه هنايا في راس العين. هذه رساله يعني حك حك. لا حول ولا قوه الا بالله. مسكينه يعني صح. غادي تمشي تمشي للحمام غتمشي للحمام. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في هذا التصريح يعني انا يعني السيد مسكين كفاعل جمعوي بغى يعطينا التصريح. مسكينه مع لا حول ولا قوه الا بالله. الله يجازيك بخير اخويا. نعم. صحيتي دابا؟ مسكينه مع الوسخ خويا. الوالدة منين انت؟ سيدي مسعود. من سيدي مسعود. امتى جيتي؟ جيتي قبيله. جيتي قبيله. لا حول ولا قوة الا بالله. السيدة مسكينة يعني راه اسبوع دابا هنا وهي في راس العين وكتقول لك راه جيتها شوية دابا. معنا هذا الأخ تفضل أخويا اللي هو كفاعل جمعوي هنا بالمدينة ديال راس العين واللي مسكين اللي هو يعني جرى اتصالات وحاول أنه يتصل بنا على اساس انه يقول لنا هذه الحاله ديال هذه السيده المسنه. تفضل اخويا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. كيف ما كتشوفوا على الصوره هذه الحاله الانسانيه معك انا معك المهم هو معك الوليد هذه الحاله الانسانيه اللي دابا حوالي اسبوع بل العيد بيوم وهي هنا في هذه المنطقه هنا في راس العين. السيده على ما اظن وعلى ما كيبان في حالتها انها مريضه بالزهايمر. كل مره واش كتقول مره في برشيد مره كيف ما سمعتوا دابا سيدي مسعود مره كتقول لهم الدار البيضاء مره كتقول لهم السوالم كل مره وكتقول اسماء اخرى. قالت كان عندي الاولاد. كيف ما تشوفوا هذه هي الحاله اللي جات عليها. كذلك كان جات عليها واحد الحاله فيها بحال اثر الضرب على عينيها كانت شي زروقيه ما عرفتش واش شحال الضرب ولا شي حاجه زروقيه في عينيها. وي وبكل صراحه حاله لا يرثى لها بكل صراحه. كنتمنى ان شاء الله اللي يشوف هذا النداء لمن عائلتها من قريب ولا من بعيد يشوف هذه الحاله الانسانيه حتى لما كانت مثلا عندها شي اولياء ولا شي اولاد ولا عائله ولا هذه يحاولوا يلتحقوا بها. يحاولوا يلتحقوا بها باش على الاقل نشوفوا لها شي مأوى مثلا دار المسنين ولا هذه بعدا اللي ممكن انها تسب الرعايه تامه حشومه. ما تمشيش لدار البعض. ما تمشي لدار المسنين لا والو. لا لا نبقى هنا وما نمشيش. واش غتبقاي هنايا؟ تما راه معذبينهم. في دار المسنين؟ ايه راه مشيت تما دايرين لهم واحد العذاب الشديد. مكرفسين عليهم. مكرفسين العصا. يضربوهم. ايه. وانت ولادك فين كاينين؟ ولادك فين كاينين؟ راه مفوز في بلايصهم. إلى بلاصة. شحال عندك من ولد شحال؟ عندي واحد الاخرين ماتوا بكسيدة. لا حول ولا قوة الا بالله. مسكينة شوف أنت العينين ديالها راه عليهم اثار الضرب. شكون اللي ضربك لعينك؟ ها؟ شكون اللي ضربك لعينك؟ لا طحت وجيت. طحت. طحت هنا. ما قدرتيش توقفي وطحت. ونكذب على بنادم لا. لا 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 الحاجة. شنو سميتك؟ ها؟ سميتك؟ سميتي طامو. طامو الكنية؟ جابر. طامو جابر. ايه. جابر طامو.
حول ولا قوه الا بالله. خويا الله يخليك، الا كان ممكن شي رقم ديال التليفون يتواصلوا مع شي حد غير لك، ما عرفنا واش العائله ديالها ولا شي حد، فهمتيني يعني باش انهم يكونوا. دابا بالنسبه للتواصل هي راس العيد، راس العيد سمعتي راه صغيره، راه غيجيو حدا الطاكسيات، حدا كراج الطاكسيات ديال 16. راه مسكينه جالسه حدا واحد المحلابه هنايا. لا 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 عندك حاجه حل. واخا نو ديالها لا، هاد شويه عليك، هاد شويه عليك، هاد شويه عليك. بغيت نزورها. هاد البريسه خصها تسد هذا. بغيتيها تسد؟ هذيك ولا كيتسد من الجبل. دابا إلا كانوا ولادك كيشوفوك هنايا واش اش بغيتي تقولي للولاد ديالك؟ عندك ولد واحد؟ واحد. سميت ولدك؟ سميت ولدك؟ مصطفى. مصطفى. إلا كان كيشوفك مصطفى اش تقولي ليه؟ يجي يديك؟ ما بغيتش أنا، هو بغى يديني أنا ما بغيتش. أنا اللي ما بغيتش. وجيتي على رجلك ولا جيتي في طاكسي ولا جيت راكبة؟ جيتي راكبة. جيتي راكبة في طاكسي؟ اي. الله يدير لك شي تاويل ديال الخير. اللهم امين. الله يدير لك شي تاويل ديال الخير. اللهم امين. الله يدير لك شي تاويل ديال الخير. خويا واحد واحد الرسالة خويا بصفتكم كفاعل جمعوي لهذ الحالات ديال هاد المسنين، هاد الحالات اللي هما بسبب المرض. هو بكل صراحة هاد الحالات هادو كيف ما كتشوفوا يعني كنتمنوا ان شاء الله ان الاولياء او خصوصا الابناء والاولاد يردوا البال، يردوا البال لمواتهم، يردوا البال حتى لو كانت شي عائله عندها، يعني مثلا ما يكونش عندها اولادها، على الاقل العائله راه ما خصهمش يلوحوا هذه اللوحه هذه. وكذلك دابا الى حد الان احنا ما عارفينش ما وراء الكواليس، ممكن انها تكون هي مثلا هربت لولدها هذا كيف ما كانت تقول مصطفى، يعني ما يكونش لها. ونتمنوا ان شاء الله شي فرج قريب لهداده، ونتمنوا ان شاء الله هي كيف ما كتقول لك، قال لك بانه راه ما لاحونيش حتى واحد، ما لاحها راه رد لها البال، يعني انها تكون هي اللي خرجت بلا التشاور ديالهم. نتمنوا ان شاء الله حتى ولدها لا جا مثلا ولا هادي وجدها. نعم هذا دخلته في الحيط. ها؟ انا كنت خلطه درت له غادي غادي غايصوبوا ونزكيو، نطلبوا من الله ترجعي فهمتي لوليداتك، وترجعي ما تبقيش في هذه الحاله بحال هكا هنايا جالسه فهمتي، نطلبوا من الله ترجعي لوليداتك. شكرا لك اخويا. شكرا كذلك لقناه شوف تي في على هاد بكل صراحه، يعني جات حتى لعين المكان وعينت الحاله، وكيف ما عرفنا على شوف تي في دائما كتكون وراء سباقه لهاد المبادرات هذه. وكذلك شكرا لكل من ساهم في نشر هاد النداء ديال هاد السيده هادي العفو. كذلك حتى هو راه نشرها عبر ستوري ديالو، عبر الموقع الشخصي ديالو. اييه وتواصلوا مع شي ناس، وراه ان شاء الله الا كان شي حاجه ان شاء الله راه راهم جايين في الطريق، نتمنوا ان شاء الله تكون هما السيده اللي كيبحثوا عليها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لك اخويا. نعم الحاج اش بغيت تقول؟ سيدي يحك هذاك تحك لي كتاب سيدي. واخا واخا غادي يحك. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر. كنشكركم على التواصل والتفاعل، وإلا كانوا العائله ديالها وليداتها انهم يشوفوا هذه السيده اللي سميتها طامو، كتقول سميتي طامو جابر، مرة كتقول من برشيد، مرة كتقول من سيدي مسعود، مرة من أي بلاصة، مسكينة مصابة بمرض الزهايمر ما عاقلاش. الله يدير لها شي تاويل ديال الخير، والله يخرجها من هذا الحال هذا. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه غادي يصوبوها الحاجة، غادي يصوبوا. كنشكركم على التواصل، وكنشكركم على التفاعل. مسكينة يعني بكثرة أنها يعني راه من قبل العيد وهي مسكينة في هذا الحال، من قبل العيد وهي في هذه الحاله. كنشكركم على التواصل، وكنشكركم على التفاعل متابعينا مشاهدي الاوفياء.